ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم سلام عزت. النهاردة فلوج جديد، بصور بروجكت جديد عن التنمر، ان شاء الله هينزل قريب. احنا النهاردة في وسط البلد في كام مول طلعت حرب، ان شاء الله هيطلع بروجكت جميل جدا. معايا كذا بنوتة صورتكم معاها. هو البروجكت بيتكلم عن التنمر اللي بيتعرض له البنات شرطة سمراء أو شعرها كيرلي، وأحاول أظبطه إن شاء الله بحيث الفكرة تكون أسرع. ويلا بينا نرجع البلوك. يا حنين، ايه مثلا اللي بتسمعيه بيضايقك؟ او بسمع دايما موسيقى دي زعافه، بمشي كده تلاقي ايه زعافه، ما تلمي شعرك اللي هو ماله شعري ضايقك في ايه مثلا؟ هو قلت لي بيقول لك يا شاكيرا تقريبا، صح؟ اه هو انت عشان شبهها بس، لكن مش عشان شعرك، انت شبهها شويه.
مش هتكلم عن نفسي. ان شاء الله ثقة جميلة عندها. نرمين هاي هاي. ايه تجربتك مع الشعر الكيرلي؟ عندي في البيت دي يعني. انا سمعت اللي ماما بتقولك ايه؟ لا الرقابة البيت كله كله بيقول لي منكوشة بسم الله ما شاء الله. اخوها بيمليني يا جماعة، بيقول لي البيت كله بيتنمر عليها. وانت ما بتتنمرش؟ انا متنمر قوي. هو متنمر لوحده. اكبر متنمر عندنا. ايوه ايوه. اعمل له شعره كيرلي وهو نايم. ايوه اضحكوا عليه يا جماعه. بس يعني ابتديت اتقبل الموضوع، ابتديت احب شعري. وكمان بقى العيال عندي يعني متقبلين الموضوع، وبيقولوا لي ابتدوا يشجعوني عليه، يقولوا لي ده كويس. كان عندي يعني احساس حلو جدا لما دخلت عامله شعرها كيرلي، وبتقول لي قولي لي يا روتين يعني. فكان اديتك ثقة طبعا. اه طبعا العيلة بتفرق طبعا. سيسي. ايوه. سيلفيا عاملة ايه؟ عاملة تمام؟ لا علي صوتك شوية. علي صوتك شوية. ايوه حاضر اهو عادي. ايوه الله اكبر. اهم كلمة السحابة السوداء وصلت لحد هنا. اول ما يشوفوا شعري. اول ما بيشوفوا السحابة السوداء وصلت لحد هنا. وايه تاني؟ طبعا الكلمة المشهورة في البيت شعرك والاكل. طبعا طبيعي. اي شعرية في البيت حتى لو مش بتاعتي تبقى بتاعتي انا. هو عشان شعري منكوش يبقى انا. الاول كان حاجه عيب ان هي شعرها، لا شعرها منكوش وشعرها مش زي البنات ومش عامله شعرها والكلام ده كله. دلوقتي بقت اكتر حاجه مميزاني في البلد كلها يعني، كله هي شعرها مميز والناس كلها بقت بتعمله، والناس كلها بقت بتعمله زي. وحتى لما اعمل حاجه مختلفه او حاجه جديده مش متعودين عليها برضو بيعملوه زي. طب اتغلبت على الموضوع ده ازاي اصلا؟ انا شايفاه حلو وانا بحبه وانا بحب شكلي بيه كده. حتى لو اي حد اتكلم او اي حد قال اي حاجه يعني، ما مش رايه هو اللي هيغير شكله في عيني. تمام. كل واحد وليه حاجه بيحبها، وكل واحد ليه حاجه، ومهما الناس علقوا عليها هو حبيبها. بس اشكرك اشكرك والله. اربع نوابغ معانا ايه ما شاء الله، قالوا شويه كلام زي الفل. طب انتوا ايه رايكم اصلا في موضوع التنمر ككل بعيدا عن الشعر الكيرلي؟ هو حد بيجيبوا حاجه يعني، هو اي حاجه بيتريقوا عليها. مصر معروفه بالتنمر، التنمر يعني. طب وده يعني نحله ازاي حضرتك؟ لا ملوش حل. يعني هنفضل مرض في المجتمع ده مرض. عايش معاه نطنش ونكبر دماغنا. كل واحد يبقى في حاله بس. ايوه كل واحد احسن ينقط، يبص على اخطاء يعني، عارفه ياخد لفه على نفسه كده علشان يشوف نفسه. صح. انت يا امي ما بتقوليش حاجه غلط ما شاء الله عليك. طب يا جماعه نكمل الفلوج ولا نقعد شويه عشان انا تعبت والدنيا حر؟ نقعد شويه. نقعد شويه بس. احنا تقريبا خلصنا نص فكره الفلوج. هو الفلوج عباره عن جزء هيكون فيديو او برومو صغير كده، وجزء تاني هيكون صور هيوضح الفكره. لا هيوضح الفكره وان شاء الله تعجبكم، وهتوصل يعني بشكل سلس شويه، مش صعبه او مش كل الناس هتفهمها. هم معجبين بشعرهم اه، بس قشطه تمام 100 100. بس شعرهم طب يلا نكمل.
ممكن اسال سؤال؟ بيقولوا عليكم ماده في التصوير ايه؟ في ماده في الجوسات بس انا شايف يعني تلتين شباب البلد بقوا كده. لا بيعود مكتب ايه اسمه؟ اه اساله بقى هو في الموضوع ده. يعني ده بتتصور في الاعلانات حاجه محمد نسيت تكمل بتاعت عرفت.